وتتنافس النجوم ما بينها حتى يرأسها نجما كبير يكون نوره منير لعمره الطويل وبأسه الشديد، فتذوب النجوم به حبا وتحتسبه لها أبا. هكذا هم الشهداء في العلياء إذا جاءت الغاشية وقلوب العباد لربهم هاوية، فيكون كالنجوم الضاوية. نعم هكذا هم الشهداء جمعا، نقف إجلالا وإكراما إلى الأكرم منا جميعا، شهداء إمارة آل عباس الحسنية وشهداء محافظة صلاح الدين والعراق وفلسطين، لقراءة سورة الفاتحة المباركة يتليها النشيد الوطني لجمهورية العراق.
باسمكم جميعا نرحب أجمل ترحيب الأستاذ الشيخ كامل الشيخ عباس الشيخ أشرف. نكرر ترحابنا الأستاذ الشيخ كامل الشيخ عباس الشيخ أشرف بحضور هذا الكرنفال المبارك، فأهلا وسهلا بي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي قول آخر الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن منطلق قول الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. في هذا اليوم المبارك اجتمع أبناء أبو عبد العزيز وبكل أطيافها وبروح المحبة والانتماء والولاء لينثروا بذور الولاء المطلق وليقطفوا في يوم التصويت ثمار وفائهم وانتمائهم لإمارة آل عباس الحسنية، مجسدين بذلك العهد بدعم وتصويتكم للشيخ كامل الشيخ عباس الشيخ أشرف، قاصدين رفعة وعز أبو عباس كافة، ولتكبروا في سماء المجد والرفعة وبأحرف من النور أنكم رجال الميدان وأهل الكلمة الصادقة التي ستصدحون بها بعلو صوتكم معلنينها للعالم أجمع أنكم كبار بأفعالكم، وبالفوز سترتفع بها أماتكم لتفيض بالجوانب الإنسانية والقدرة والتميز مع بقية عشائر صلاح الدين. ليكن يوم التصويت يوم العرض ويوم الأرس العباسي الكبير لتقر به عيون شيوخكم وكل عباسي غيور. أيها الأحبة، هذا يوم التصويت، هبوا ليوم التصويت بكل قوة وعزم، وسيكون النصر حليفكم إن شاء الله. حفظ الله تعالى العباس جميعا، وسدد الله خطاهم، وسدد الله خطى شيوخنا. على الخير اجتمعنا، وعليه سنودعكم، ويكون موعدنا يوم التصويت. أكرر أيضا شكري لكل الحضور من بقية العشائر اللي حضرت هذا المؤتمر، وأكرر شكري للجنة التنظيمية التي نظمت هذا الكرنفال، وأكرر شكري لهيئة الإعلام التي ساهمت مساهمة فعالة في إنجاح هذا الكرنفال. فأهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة لعشيرة الجبور في سموم يتفضل الشيخ إبراهيم الحردان بإلقائها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالشيخ كامل العباس الأشرف، أخونا وعزيزنا وشيخنا، أخوان إحنا، هذا من أب الجد هي مالتهم، وإحنا نريد كل من يقف ورا الصندوق يكون هو أبا الصندوق. إحنا من تروح بعض المسؤولين نروح عليه للبيت، والله اليوم ما موجود، انتظر. إحنا اللي يريد شوكت ما نريد نروح نقدر نصلى مو بالدائرة، نصلى بالبيت، والبيت مفتوح، وهم الشيوخ من الله خلقهم لليوم، مو جايين باعتبار جدد وللكل العصرية، والما ينتخب شيخه بهذا الوقت وهذا الزمان ما يقدر ترى يروح، بل نقول بالعربي ما ينداسون غير الما يقف ويا ربعه، واللي يقف ويا ربعه هو المحصل. وشيخ كامل مالتهم ومالت ابوهم، ونعتز بهم. احنا كنا كجبور عباس، كنا هذول سيادتنا
مو جايين جدا على الجدة، ونشكر الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى عريف هذا الحفل الشيخ كامل عباس الأشرف الحسني، نقيب السادة الأشراف والنائب الأول لمحافظ صلاح الدين والقيادي في تحالف عزم، الذي رأسه الأستاذ المهندس مثنى عبد الصمد السامرائي. يسرني أن أعلن عن انطلاق حملة الانتخابية لمجلس محافظة صلاح الدين من أرض الإباء والشموخ، من عباسية الفخر والرفعة والسمو، وأتوجه من خلال هذا الحضور بالشكر والتقدير لجميع العمام وأبناء العمومة والأخوة والأخوات الذين أعطوا ثقتهم لي واختاروني لتمثيلهم في هذه المرحلة المهمة والحرجة والمصيرية. إنني أعلن ومن خلال تحالف العزم ورئيسه المهندس مثنى عبد الصمد السامرائي بكل فخر واعتزاز، إننا سنعمل على خدمة أهلنا في محافظة صلاح الدين بكل جهد وإخلاص، وسنعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم في كافة المجالات، والعمل على تنمية وتطوير المحافظة. وأدعو جميع أهل المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة لتمثيلهم في مجلس المحافظة، فالمسؤولية كبيرة والتحديات كثيرة، ولكن بالعمل الجاد والتعاون الفعال نستطيع تحقيق ما نصبو إليه. وأهدافنا وطموحنا وبرنامجنا الانتخابي يتلخص بالآتي: أولاً، العزم على التغيير لبناء مستقبل أفضل، لذلك علينا أن نكون معاً نحو هذا المستقبل، وثقتكم وأصواتكم هي قوتنا. ثانياً، العزم في العمل لتحقيق الأهداف، فعلينا أن نكون معاً لنصنع التغيير من أجل وطن قوي عزيز. ثالثاً، العزم على تحقيق العدل والمساواة، ومعاً سنحقق الأهداف المشتركة. رابعاً، العزم في خدمة المجتمع والشعب، فعزمنا معاً سيكون خدمة لأهلنا. خامساً، العزم على تحقيق الأمن والاستقرار، ومن خلالكم سيصدح صوت الحق والعدالة. سادساً، العزم على الابتكار والتطوير، وسيكون عملنا بإخلاص وتضحية لخدمتكم. سابعاً، العزم في توفير فرص العمل وتحسين المعيشة، وسنعمل بالأفعال وليس بالوعود والأقوال. ثامناً، العزم على الدفاع عن حقوق المرأة والشباب، ولذلك سنعمل من أجل المواطن الذي يستحق العيش الكريم في مجتمعنا. تاسعاً، العزم على بناء دولة تعتمد على العدل والمساواة، وسنقدم الغالي والنفيس من أجل تحقيق أهدافنا والوصول إلى غايتنا المنشودة في خدمة أهلنا ومحافظتنا. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يوفقنا جميعا لخدمتكم وتحقيق تطلعاتكم وآمالكم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والتقدم. المجد للعراقيين، والخلود لشهداء العراق وشهداء فلسطين وغزة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة الحضور، كل حسب موقعه ومقامه في القلب، مرة أخرى
مرحبا بكم وبهذا الجمع المبارك، مرحبا بالشيوخ والوجهاء وخاصة الأمير الشيخ كامل عباس الأشرف. لكم مباركة من الأمير المعتصم بالله الشيخ عباس الأشرف، يبارك لكم الشيخ العام الشيخ معتصم الشيخ عباس الأشرف، يبارك لكم هذا الجمع ويثني على سعيكم. واحد يبقى صوتي مو مثنى، واحد يبقى صوتي مو مثنى، أريد الشخص يمشي مو مثنى. ابن عبد الصمد هايا مثنى، ابن سامرة يا راعي الحمية، وإذا خضنا المعارك من مثنى، وكثير مثال شاعت من مثنى، يلي تسولف تخرف من مثنى، مثنى الحيد عباس الهوية. وأنا ابني الأكابر والاسم عنوان، سيل وما تصدني سدود هالشاشة، أنا قماطي الحرير وليرة التيزاب، ما حد لبس أمي سمال دشداشة، ابن سيف المشطر والهرم تيجان، وطبع اللي يضبنا ظنون في الشاشة، كبير البينة صاغ وشيشة خان العود، وصغير العدنا ملقب الباشا، واسفه شلون تكشف معدنك مقلوب ويوردك خيال خيوط مرياشة، ما يوم الحسد يمي يمرن الطيف، ابن عباس الأشرف باسط فراشة، ابن ريح النسايم وابن ريح الهاب، إذا مر المعتصم نامت رياشة، لبس من الحرير مرصع بمرجان، يوم الناس تلبس صاية مخروقة، ما يوم الفقر مسني ولزمني العوز، ليرات اللي عنده بحضن بستوقة، ولا مطلوب جانب حسرته ومضيوم، إذا ما طلع يضحك تارس عثوقة، ولا أذكر أبويا بيوم سد الباب مفتوح وأبويا الشلة عسروقة، ولا مضيوم جدي وأمي هزت إيد، أمي الكل فقير تطلع حقوقة، هلي هلي بيت الكرم والغانمة والجود، بيت الما تحسف لو ذبح نوقة، بيت الما تحسف لو ذبح نوقة. المنصة الآن إلى درع السادة أبو عباس الشاعر والمقاتل أبو سفيان، إلى المنصة مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على لسان عمامنا ومنطقة السموم عامة، نرحب بالشيخ كامل عباس الأشرف بنص عمامة وأهلا وألف هلا بيك وكل خطوة هلا. أريد أهدل جنابك بعض الأبيات من بنق الأمارة بلا محاسب، يا ابو نفس العزيزة اللي ما تدنيت، حقيقة أنت الذي شرف المناصب، وهلي هلي بيرك علم عالي، هلي بيرك علم عالي، ابو عباس وجبل مامل أمارة احنا واسم مهيوب، نعدل كل حمل لا مال، اسم شامخ علينا ينوق بيها المعتصم وعقال، وكامل من تريد تقول يعني السيف يوم اسلال، هناك العبرة بالديوان تلقى هناك حد شوف قال، بيمينك بابهم مفتوح تلقى هناك حد شوف قال، بيمينك بابهم مفتوح. شكرا إلى درع أبو عباس الشاعر والمقاتل أبو سفيان. المنصة الآن إلى شاعر ومقاتل آخر من آل عباس الحسنية، شاعر يقول: من حق افتقر لو قلت عباسي
وانا بلمة عمامي يرتفع راسي. ابو كامل يظل مثل الجبل راسي، صاحب غيرة وموقف كلها تسولف فيها، الشاعر والمقاتل ابو عبيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تنشد علي وتقول لي أنت منين، أرد بأعلى صوتي ومكتم أنفاسي. إذا تنشد علي وتقول لي أنت منين، أرد بأعلى صوتي ومكتم أنفاسي. أنا ابن اللي ذبح الحين للخطار، وأنا ما طفت نيران محماسي. أبو زيدان أبوي، أبو زيدان أبوي، الضيف ظل فرحان. ما مر الحصار ولا وقت قاسي، وأنا جواد جدي، وأنا جواد جدي وكلهم يعرفوه، وأنا العل مكارم شيد الساسي. محمد الجاسم العباس عنده شهود، طول العمر بالكرم نوماسي. وأبو ستار خال العمر الديوان، ومحمد الخضير عزوتي وناسي. اذا ذولا خوال بيهم الهدات، واذا انتم عمامل بيكم الهدات، امشي بين ربعي ومرتفع راسي. محمل مرجله وطيب وكرم للضيف، اش ما اصرف يرد يزيد مقياسي. وبعون الله نظل نهلي للخطار، ومن حقه افتخر لوقلة عباسي. وبعون الله نظل نهلي للخطار، ومن حقه افتخر لو قلت عباسي. والكرم والمرجله شيمه عمامي وطيب، وانا العل دربهم سارت خطايا، اللي بيهم صله مو بس رحم رحمين، وذيك بلال جدنه وقهوته وشايه، بعد هلاله تشهد كامله العباس، وبعد نيرانهم بالعرب دوايه، وبعد بيبانهم مفتوحه للضيفان، تفرح من يجوها طروش عناية. هذولاني عمام اللي يرفعون الراس، الهم بالمعالي اسس وبناية، ورث الجود منهم صار بي اطباع، وبسلم كرمهم شيد تباية. البيان الختامي لهذا الكرنفال والعرس العباسي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بعد التوكل على الله والاستعانة به، وبهمة الغيارة من أبناء أبو عبد العزيز، وبقلوب يملأها الحب والوئام في هذا المؤتمر البهي الذي سيكون أولى بشائر الفوز لابنكم ومرشحكم الشيخ كامل عباس الأشرف، وبمشروعنا الكبير نحن قادة، والذي يمثله رئيس تحالف العزم السيد مثنى السامرائي، أهلنا وأخوتنا وأبناء عمومتنا أبناء أبو عبد العزيز، القرار لكم واليوم يومكم، وأملنا بكم وبتصويتكم وذهابكم إلى صناديق الانتخابات من شيم وفائكم، ولترتفع به رؤوسنا عالية، ونفخر بكم بأن جماهير أبو عبد العزيز في سموم، والطيوب والجلام والعشائر المتحالفة معها، كانت الرقم الصعب والانتماء الأكبر والأفاء الأقوى. إنه يومكم سيكون يوم الانتخابات، يوم فرحكم وثمار جهودكم ووقفتكم، ولنعلنها وليسمع العالم أجمع. ومن هنا من أرض العباسية، أرض الخير والعطاء، إن مرشحنا الوحيد لانتخابات مجلس المحافظة الشيخ كامل عباس الأشرف، توكلوا على الله واحزموا أمركم، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. موعدنا يوم التصويت. وفي الأخير نتوجه بالشكر الجزيل لقدوم الشيخ كامل عباس الأشرف والضيوف الحاضرين كل حسب مقامه، كما نتوجه بالشكر الجزيل لقواتنا الأمنية بكل صنوفها وبكل أشكالها، ولضيوفنا الحاضرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمع فخذ آل أبو عبد العزيز من عشيرة أبو عباس
هذا الاجتماع مكرس هو لدعم الشيخ كامل المرشح الوحيد نعتبره للعشيرة الكريمة. وأنتم تشوفون هاي الجمهور الكريم كله تم تعبئته لانتخاب الشيخ كامل. نتمنى له طبعا الفوز المبارك وإن شاء الله الفوز الساحق. احنا في هذا الجمع ما راح نقبل بالفوز الاعتيادي، وإنما إن شاء الله الفوز الساحق بأعلى الأصوات، وهو وارث البشخة كابر عن كابر. مساندين وداعمين للشيخ كامل، ونسأل الله أن يوفقه يخدم الناس، أهم شيء خدمة المواطنين. وإحنا هاي مارين بتجربة غيرها أكثر من هالمرة، وإحنا ويا يد بيد. اليوم جينا كنا دعوتنا للشيخ، داعمين للشيخ، والشيخ مجرب وإن شاء الله ما قصر بإذن الله. إن شاء الله تعالى بإذن الله. هذا مؤتمرنا منطقة البعبد العزيز في سموم، والحضور هذا مال عمامنا البعبد العزيز كان مشرف، هو دعم الشيخ كامل، وإحنا كنا عهد من عندنا إلى عهد رجال نكون واقفين وياها أخوة صناديد بيوم الانتخابات وكل الأيام المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم داعمين ومؤيدين للشيخ كامل عباس الأشرف في انتخابات مجلس المحافظة، ونحن على العهد باقون، وقد تمضغ هذا الجمع البيان الختامي والذي تم إلقاءه على الحاضرين وحتم الجمهور على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وسيكون يوم التصويت بإذن الله جميع المصوتين للشيخ كامل عباس الأشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك هناك تجمع كبير للسيد الشيخ كامل عباس أشرف مرشح عن مدينة سامراء برئاسة الأستاذ المهندس مثنى عبد الصمد السامرائي. ومن هذا المكان نعاهد الشيخ الأستاذ كامل عباس الأشرف أن نكون الداعمين له إلى نهاية المشوار، ونحن على العهد ماضون في رفعة مدينتنا وبلادنا، وأن نكون جنود أوفياء لهذا المدينة المباركة.